النهاردة ان شاء الله حبايبي هنعمل وصفة بالبيض، بس من غير الاصفر البيض، من غير اصفر البيض. انتوا عارفين طبعا ان الاصفر البيض هو اللي فيه الكوليسترول، والابيض البيض ده اللي فيه البروتين. فاحنا النهاردة هنعمل بيض اومليت بالابيض البيض بس، من غير الاصفر، يعني بالبروتين بس. دول اللي حابب يعني يزود البروتين عنده من غير ما يزود الكوليسترول. فكده هتزود البروتين ومش هتزود الدهون. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمله اومليت، هنضربه مع ملح وفلفل ونعمله زي الاومليت بالظبط، وفي الاخر ممكن نحط جواه جبنة. فهوريكم. بصوا حبايبي، انا جبت طاسة اهو ولمعتها كده بزيت الزيتون، وجبت بياض البيض وضربته مع ملح وفلفل. دلوقتي هعمله زي الاومليت بالظبط بس من غير اي صفار. يبقى هو ده البروتين بتاع البيض اللي هو بياض البيض، هعمله دلوقتي. كده حطيت اللي هو بياض البيض بعد ما ضربته في الطاسه السخنه اللي هي متلمعه بنقطه زيت زيتون كده. هوطي عليه بقى لحد ما يستوي، وممكن بقى افرفط عليه شويه جبنه مثلا روكفور او جبنه رومي او خضار مثلا زي فلفل اخضر او كده لو تحبوا. فاللي بيحبه بخضار يفرفط عليه خضار، اللي يحبه جبنه يفرفط عليه جبنه. فانا مبدئيا هحط عليه شويه جبنه روكفور. بصوا حبايبي، اهو الاومليت اللي بالبياض البيض بس، وفرفطت عليه شويه جبنه روكفور. مش لازم جبنه روكفور لو مش بتحبيها، ممكن تفرفطي جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، زي ما تحبي، جبنه فلامانك. المهم يعني ان احنا عاملينه ببياض البيض بس، اللي هو البروتين بس بتاع البيض، من غير الاصفر ومن غير الكوليسترول. بقولك ايه، روحي انا عامله لك اومليت ببياض البيض بس، وحطيت لك عليه ركفور، عايزاكي تيجي تدوقيه. كده الاومليت خلص يا حبايبي، اللي هو معمول ببياض البيض فقط. يعني فيري هاي بروتين ومن غير كوليسترول. يعني لو عايزه تزودي او تزود البروتين عندك في عضلاتك اعمله كده، ومش هيبقى فيه الكوليسترول اللي هو الاصفر. او لو عملتي وصفه وعندك بياض البيض بس ومش عارفه تستعمليه في ايه، ممكن تستعمليه بقى في الاومليت ده، بيبقى حلو جدا. اومليت ببياض البيض بس، وبالهنا والشفا حبايبي.